الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأنبياء وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فتبارك الله أحسن الخالقين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. نحن في هذه الليلة النيرة التي ولد في صباحها نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أريد أن ألقي أمامكم نكات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرج سهيل بن عمرو رضي الله عنه من مكة إلى حديبية لصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومعه كان معه رجل آخر، وبعد هذه الصلح يقول هذا الرجل بعدما رأى حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له: والله لقد وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا يحبه أصحابه كما يحب أصحاب محمد محمدا. لماذا أحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب؟ هذا لصفات النبي صلى الله عليه وسلم. كانت صفاته صلى الله عليه وسلم كثيرة لا نستطيع أن نعدها ولا نستطيع أن نحيطها، ولكن أنا ألقي عليكم بعضا من النكات. أولا وأجمل هذه الصفات كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وقال الله تعالى في القرآن: إنك لعلى خلق عظيم. ومن أجمل مظهر خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتثلا لأوامره. أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة لأن يتجنبوا ويبتعدوا عن الكبر بأمره: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها. ويمتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. نحن إذا رأينا عند فتح مكة يخرج ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ويدخل ويقول الوصافون: كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة متواضعا لربه مع التواضع التام. وكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرحموا الناس، وكان يمتثل هذا الصفات أيضا. وهذا رأينا في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين يدخل المكة، قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم يوم الملحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذا يوم المرحمة، أنتم الطلقاء، أنتم الطلقاء. وهكذا كان صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نأخذ بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مبارك: من ادعى حب النبي صلى الله عليه وسلم بغير اتباعه فهو كذاب. وإنا إذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نجاوز أربع مراحل. يقول هذه المراحل أربعة: بداية الوحي، وكذا الجهد البليغ، علينا أن نجهد فيه جهدا بليغا، وكذا نحن نستطيع أن نجاوز مرحلة آخر، هذا مرحلة ابتداء النصرة، وفي الأخير نحن نستطيع أن
نصل إلى تكميل النصرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. وأختتم كلماتي هذا: وفقنا الله أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونستن بسنته ونهتدي بهديه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.